سلام، كي راكم؟ ان شاء الله بخير، لاباس، بصحة جيدة. اجواء عنا باردة باردة، برد برد برد. راح الربعة تاع الحشية عندنا. تأمنوني بلي كنت قاعدة حتى تفكرت بلي اليوم الاثنين المصريين يجيبوا الحوت. وليت نشري الحوت غير عليهم، ما نشيش هذا كونجلي من بلاصه اخرى، باسكو هما يجيبوه فراش ويجيبوه بنين. سافري كو يغلوه شويه، مي معليش يعني تبني داك الحوت. الله الله، قلت نروح نجيب عليهم الحوت نديرها الحشا. شوفوا كنت مدوشه وكل شيء وشعري راه مشمخ، والله غير دات خمار فوق خمار. خمار كيك وخمار خشين ولويتهم. صاد برد، هي ماشي البرد كيما اليومين اللي قبل، مي راه البرد زعما خاطش اليومين اللي قبل كان برد بزاف، كان طاح عنا ثلج ما يحبس يعني ما طولش، ونخاف كي شو طاح قاوي ومن بعد حبس جات النو ذوباته. لو كان قعد قاوي بديك الاخرى وضرب السوايع يطلع، باسكو كاين بعض البلايص هنايا ماهوش بعيد علينا، كاين واحد الولايات طاح فيهم الثلج. ام نشاقركم وصلت لي سنتين قطع عندهم، مات على السكول خرجوا نخرجوا من قراية وقتهم، يا نو مامو قبيلة خرجوا بصح شتهم برا. شوفوا النساء يخدموا في البار، شوفوا اللي يدي البيرمي وتبغي تخدم. اختي بغيتي تسكني في ماريكا لقلقت قفزك، سيتو دا وحدك. شوفوا هنا كونستراكشن كاع ما كملتش، الطريق هادي وسخوها كاع بلا. شوفوا الغرس هم يبنوا مازال مكملوش. المهم قلت لكم شو كنت نحكي يا ربي، هيه قلت لكم بلي اللي بغات تخدم دي بيرمي، يعني كيما نقول غير تطلعي ديري بيرمي تاعك، بس غادي تحتاجيه بزاف سيتو لا كركي راح وحدك. انا توجو كي نهضر ونقعد نهضر ونهضر ونهضر على الغربه وعلى طلعي ديري وديري، انا دائما نهضر على ديك اللي جايه وحدها، باسكو سمحت بزاف شيلات يطلعوا وحدهم، وما ديك اللي جايه عند راجلها هذيك بعدا تلقى كل شيء واجد، تلقى السكنه واجده، يعني ما تخممش تخمم تاعها ما يكونش كيما وحده طالعه وحدها تخمم مسكينه في المستقبل وفل، في زعما طالعه عند راجلك تلقى كل شيء واجد وهكاك زعما وقرك، لا تعطيك فرصة قري ولا ديري حاجة ولا لا بغيتي. المهم أنا غادي نروح نجيب غير الحوت، نظن ما نجيب حتى حاجة واحدة أخرى بالك الله أعلم. بغيت نفوت عند خضارة، ما نجيش جايبة الكاش معايا، ما نجيش جايبة الكارطة تاعي، خلص بالكونت. إيوا هادوك خضارة من قل من 10 دولار ما يقبلوش الكارطة، قل من 10 دولار تخلصي بالكاش، وانا مانيش غادي ندي بزاف صوالح دوك، نشوف لا كنقفل لهم 10 دولار ولا كندير. تعرفوا اليوم الجو جاني كيما تاع البلاد سبحان الله، هذيك شويه برد مع شميسه، شميت حتى مسمن قبل كنت خارج وشاش شميت برا ولا مبسس ولا شهوة، حسبتو حق قريب وانا نحسبو حاني في البلاد. المهم انا قريبا نوصل البنات، خليكم معايا. دوك نديكم الطانوي لكم هاد اللي شيتها من تيمو تاع لي زيبيس، عجبتني بزاف باسكو درت ميناج اللوم لامس، درت ميناج واحد ميناج تاع كوزينا غير سكتو. ايوا جبتهم، جبت كاع الصوالح اللي شريتهم باسكو انا نبغي نقي قبل ومن بعد عاد ندير صوالح جدد. هادوك نوريهم لكم وشوفوا نتوما الا عجبكم شرو كيفهم الا بغيتو. هوني مين تشري من تشري، ها هو البرنس، ها هو جيت باطل البنات جاي نجري وكاع، قالك ما يجيبوش حتى الخميس. ايه اليوم داير انا كل حوت في الحشا كاش الحوت اللي هي قال لي ما كاش، انا جاي نشوف السميد رقيق لا جابوه ولا لا، بس كون نحتاجه بزاف مضى مخشين. ها هو
صافي شو كديري؟ شو كديري؟ تعالي طوينك انا غير تخرب لهم. هاي شو نشوفوا منا شو عندهم؟ جيبكم شحال خطا هنا. عجبوني هاد المحلة تاع المصريين، حسهم كيما تاع بلاد هكا. سبحان الله شوفوا العربية، شوفوا قهوة خضراء، قهوة خضراء هاد كي دايره هادي جرين كوفي هادي. أول مرة نشوفها. نعناع عندكم، نعناع هنا تاع هنا وتاعنا مش كيف كيف البنات. جيبوا معاكم بلاد تاع بلاد تاعنا شباب. هادي كركدية ثاني مش عارف شي يديروا بها، أتاي وقيلو ينسون. ها هو بافقوه بس ديركت ينسون، مهدئ للأعصاب. شاي بالهيل هذا ما مخدوم. هي ديك خطا حكا كنت نحكي معاكم، ولقيت الزيتون هنايا. ها هو تاع الدواء يعجبني بزاف هذا، دوك نديه. ماما متاع الدواء بالعلفة، شنو نقرو كان بالعلفة. المهم جيت عند خضارة نشري. عندكم هذا معرفة شنو هو؟ ما يبان لاكت. لاخر عنب طويل شايف ارواحي صار. ما لقيتش السمك، كنت ديما شويه خضر شويه فاكهه. قيس 10 دولار باش يخصوا ليا بالخاطر. كانت الفاكهه ديالك الطوماطيس راه عجبتنيش منقطه، مرخصين ها هي غاليه. تفاحه هنا عندكم 2 دولار. ها الدجاج كيما ما رديتي هاد كلتي، هما 2 دولار. شوف كي كبير احمر. خيار 4 دولار. هيا روح. كاين هذا ثاني تاع القافصة، هو خيار صغير. شنو هادي دير؟ دولار القافصة. هذا ينتكل ديركت يعني تقبضو تاكلو. ليسونسيال كنت قلت لكم درت ميناج الكوزينه، وقلت لك الطابي اللي كان هنا كان غامني معقلين عليه. كنت شحال خطا يبان في الفيديو جاي حمر، قصته قلت تنبدل. باسكو هنا الطابيات هادو تاع الميطرا ينباعو رخاص عندنا في المحلات، يعني ماهمش غاليين. تشرو هاكا كيما نقولو ميطرا 2 ديرو في الكولوار، ديرو وين تبغو يعني رخاص. دوك نعاود نشري ان شاء الله واحد اخر نبدل له لاكولاغ. راني قبل كنشريه في الفيغ، مش عارفه نشوف ان شاء الله نبدله. ليسونسيال نوري لكم تاع لي زيبيس. ها هي عجبتني البنات روعه. انا كنت تاني في 3 ايام ولا كامل درتها هنايا. مي تحرزوا يعني هنا، مي ترفدوها تحرزوا، ما تقلبوهاش كيما تبغوا باسكو تطيح لكم كيما نقولوا فلفل على الاخر. وكون تقلبوا زعما بقوه ما هما جايين كاع كيف كيف. عجبتني هكا ما نضرش نرفد كيما نقولوا بالزوج. يعني خطا نرفد حاجه بقع من البلاكا نبدا نديرو. انا ما نبغيش كيما قلت لكم هذوك اللي يجوا في البطاجي هنايا، هذوك تاع لي زيبيس نحط هنا ونحط هنا. نبغي البطاجي يكون يعني سامبل ماشي معمر لي بالصوالح، وما نبغيش نعلق ثاني بزاف. هذه عجبتني بزاف، قلت دوك نشري واحده اخرى باسكو عندي واحد لي زيبيس اخرى كيما نقولوا صبح حانوت التتبيله تاع الدجاج. هذو كاع في بلاكا صغير، قلت نشري وحده كيما كيفها ترفد لي 4 ونحطهم حدا بعض. غادي نشريها بالك في واحد لاكولاغ اورانج، عجبتني شابه. انا ما نبغيش اورانج لاكولاغ هذيك ما نبغيهاش، مي هذيك لاكولاغ سبحان الله عجبتني جاي شابه. ان شاء الله كي نشريها نوريها لكم. شوفوا كي شابه ها هي، ترفدوا ضربه وحده ديروا لي زيبيس كاع وما راكم باغيين، ايا تردوها في بلاصتها. هذا الزيتون اللي شيته بالعلفه، غادي نشوفها كي دايره كان كيما الزيتون اللي نبغيه ولا راه مرقدين حتى القيده تاعهم الله اعلم. المهم تكون فوق قدامكم. او تفك لي الماء معمر صبروا نتوقع. فيه شويه حامض. ماشي اللي نبغيه انا، اللي نبغيه تاع بلاد تاع الدواء يجي خضر مخدوم بالدواء يخدمو في الدار ثاني. هذاك يهبلني، هذا جاي حامض شباب بصح ما جاش كما اللي نبغيها انا. معليش دوك تعرفوا انا شندي نشله، نقلع على كاع هذا الماء نشله
ندير له ما جديد باسكو هذا الماء هذا يكون فيه هكا كشدوا ولا برودوي ما نبغيهش. وهنايا للحشاني غادي ندير طاجين برانيه في الطاجين الطين هذا كون الكوكما شحال دسته ما طيبتش يعني في مده. تالي راجلي شافها فوق الفريجيدار قال لي تعال كي دسته هنايا، قلت له جبت بسكوت ثقيل البنات وجاي طاجين تاع الطين نيشان يعني ماشي هذوك الطاجين اللي يجوي بريو يقول لك يطلقوا لي برودوي وكشي، لا هذا الطين هذا شريناه غالي بصح شي واسني من كبير كبير ثقيل شويه بصح ما عرف بصح الماكله تجي فيه بنينه وصحيه. نادت الزيت درت الدجاج درت البصل الثوم وهنا هادي تاع لي زبيسكوتكم على عجبتني ها في ضربه هاك جبدوها وتبدو تفرغهم ماشي تجبدي بقاله حليلها بلع وفرغي وزيدي بقاله واحده اخرى هنا ضربه ضربه. ليسونسي انا الطاجين تاعي ما نديرهش شي حما ونبدا ندير في ندير في الدجاج كلشي، لا ندير كلشي في رحبه باسكو خافه يطرطق لي يقولك زعما كون تحميه وديري فيه قادر يطرطق. وشتو هذيك الحديده نديرها من تحت هو ثاني فيه حديده. المهم هنا درت لي زيبيس هنايا قلت لكم لا زعما هذيك الماركه غادي نديرها صوص بلون مش غادي نديرها حمراء، على هذا ما درتش الفلفله حمراء. هنا درت شويه سمن وحدارا وغادي نبلع عليهم نخليه يتقلى في غرضه من بعد نقلب وندير لها الماء تجي وحده الماركه. دوك تشوفوا بعد الطريقه كي دايره غادي هنا نشوي له الدنجال. شوفوا انا الدنجال نديره في الكوشه نشويه، مي اليوم قلت وخطرات نقلي قلي الخطره في السمن نقلي الدنجال، اليوم درتها في الغاز ديريكت شويه زيت ودرتهم كاع يعني تشوه احسن من الكوشه والدار تحمالي كلشي صحي. انا كما قلت لكم ما نقليش بزاف باسكو الدنجال يدي بزاف الزيت ومشي مليح كل خطا يتقلى. من بعد دوك ان شاء الله نديرها في الطاجين غادي تشوفوا الطريقه كيفاش دايره. وهنايا البنات وخلي صاي كي كملت حشا وخلي داك الطاجين يطيب على غرضه، جيت نتهلا شويه بالبشره تاعي تعرفوني في شحال في شحال ما جبتش صوالحي ويعني وعتانيت بالبشره تاعي. شوفوا هذا قناع تاع الطين هذا صاي نشف ويبس غادي نقيسه صاي هذا ضاع. وهذاك جايبته ثاني معايا من البلاد غادي نخلطه بشويه ما ونديره. وجبت الماشينه تاعي ها هي تاع لافابور هنا نقي وجهي مليح مليح بلافابور باش المسامات يتحلو ومن بعد عاد نايبيلي. جبت الماشينه تاع اللي تايبيلي جبت كلشي اليوم قلت اليوم يليق انا نتهلا في البشره تاعي. تعرفوا انا مانيش من نوع هذاك اللي دركيه يعني كيشون ندير السيمانه هذه ونعاود على السيمانه ولا السيمانتين نقي البشره تاعي، لا مانيش كيما نشري ماشين وندسهم في الخزنه. هذه جبتها شوفوا مزيه راهي عندي صاشيه تاع الشمع ها هي انا كنت نشريهم من لاشي البنات هاد الصاشيه تاع الشمع. شوفوا هادوك راهم خاويين هذا بقى فيها شويه. المهم دوك ندير هذاك الازرق هذاك الشمع الازرق هو اللي راني يعني غادي نقلع به. كما قلت لكم انا ما رانيش يعني ما مركزش على هاد الامور نعجز نعجز يعني نعجز باش نقعد كل خطره هكا يفيلي ونقي وجهي ومن والله لا نعجز. وهذيك الصاشي هذيك لاباراي تاع لافابور روعه البنات. هنا كانت اختي قبل من هوت البلاد كانت دير لي مايزينا ومن بعد عاد ايبيلي قالت لي بزاف يعني ما تنضريش ونيشا لقيت نتيجه. غادي هنا نقلع واحد شويه نديرها في قابصه وندير غير شويه في وجهي ونايبيلي لقيت نتيجه شابه يعني ما ولتش ننضر كيما قبل. روعه هاد الطريقه هادي. هنا ها هو بعد ما حميت هذاك الاخر تاعي خليته برد كي حميت وذاب كلشي خليته برد ونبدا ندير وهنا عندي هذه ثاني هذه اللي تقلع لي بوان واغ تاع النيف شريتها هذه روعه البنات فيها شحم بكيه لداخل نقلع بها ثاني البوان واغ. قلت لكم انا كي ندير كلشي ماشي تاع ندير بلاصه بلاصه لا نقلع لي بوان واغ كلشي ونكمل ان شاء الله. هنا شوفوا بعد ما الطاجين طاب ونشف معايا وراني قلحت منه شويه باسكو باش نحط البنتي على جهه خاطش هذا غادي نحطه كيما راه انا الطاجين نحطه فوق الطابله. هنا اش غادي ندير عاود شعلت عليه باسكو طفيت عليه كبيله. شوفوا الماركه تاعها كي نشفت وجه شابه حمص جا طايب اللحم كل شيء جا شباب فيه. هنا شوفوا غادي دروك شا ندير نسكم هذا الدجاج من هكا ونجيب هذاك الدنجال اللي كنت شويته شويت ثاني زوج حبات بطاطا ونحطها كنستف عليها ما بطاطا شوفوا كيفاش دسلها شويتها يعني كملت مع الدجاج شويت غير زوج قلت ندير شويه. المهم غادي نستفهم غير هنا صورو دورو ونغطي عليه ونخليه على نار قليله قد ما يطلق مع بعض
ومن بعد نطفي عليه. ها هو شوف كيفاش تفتهم كاع بطاطا تجير. انا غادي نغطي عليه ونخليه واحد هكا 5 دقائق يطلق مع بعضه، ومن بعد نحطها للحشا. المهم البنات ها الطاجين تاعي بعد ما غلى واحد 5 دقائق هكا، شوف الفوار يخرج منه يجي روعة. اللي عندها طاجين طين نتمنى ان شاء الله تجربه وتقول لي رايها، هذه يعجبها بزاف بزاف طراني تجي شابه بزاف كيما هكا. المهم غادي نحطو نتعشو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش دوري لايك، خلو لي كومونتير تاعكم، بارطاجو الفيديو، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه حبيباتي.